السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. في هذه الحلقة سنراجع جهاز أو الريسيفر سامسونج 60 بلس اتش دي ميني. إذن سنبدأ إن شاء الله بفتح العلبة. تابعوا معي فتح العلبة وفي نفس الوقت سأقوم بعرض مجموعة من خاصيات هذا الجهاز واختلافه عن جهاز السابق. إذن على بركة الله. إذن سنبدأ بسعر الجهاز. فالجهاز تقريبا سعره 150 درهم مغربية. يمكن أن تشتريه من محلات موجودة في مدينتك أو تشتريه من جوميا كما فعلت أنا. أنا اشتريته من جوميا بهذا الثمن زائد مصاريف الشحن. الجهاز يدعم خاصية H165 لتشغيل بأوت كيو وقنوات مثلها. الجهاز يدعم تشغيل قنوات الاي بي تي في المجانية عن طريق مفتاح اليو اس بي. لاحظوا علبة الجهاز كيف هي. هي أنيقة والجهاز صغير جدا، يمكن إخفاؤه وراء التلفاز. لاحظوا هذه العلبة. الجهاز كذلك يدعم خاصية تصغير شاشة أو تسجيل الشاشة. الجهاز كذلك يأتي بستة أشهر من الـ EPTV مهدات من الشركة ريد EPTV زائد بود. الجهاز كذلك يأتي بسنة من ريد شير من السيرفر شير الذي يتيح لك مشاهدة القنوات المشفرة على أسترا لمدة سنة. الجهاز كذلك يمكنك من عرض محتوى الهاتف على التلفاز عن طريق خاصية DLNA. الجهاز يدعم كذلك إكستريم تي في واليوتيوب وأشياء أخرى كثيرة. كما قلت سابقا الجهاز اشتريته من جوميا. جميل، يأتي ببطاريات. إذا لاحظوا مكونات العلبة فهي تظهر أمامكم. كما قلت سابقا الجهاز ثمنه بسيط جدا. لاحظوا سنفتح الآن سنريكم الجهاز بعد قليل. بالنسبة للفلاش الخاص بالجهاز، إذا أردتم فلاش سأضع لكم رابط خاص به. الجهاز يأتي منفصل عن القطعة الواي فاي يو اس بي، يجب أن تشتريها منفصلة. نعم، لاحظوا الجهاز سامسونج، لاحظوا فهو يأتي بمنفذين يو اس بي ومنفذ اتش دي ام اي و ال ان بي، كذلك منفذ للفلاش الى اخره. لاحظوا اتش دي ام اي ال ان بي اتش دي ام اي. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. شكرا على المتابعة والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وسبسكرايب في القناة لتتوصلوا بجديد الفيديوهات. الى اللقاء.